واحد. العملية هتتم كالآتي. يخرب بيت التجميل على اللي عايز يجمل وشه. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم دلجح في فيديو جديد. هعمل اول عمليه في وشي، خط اللي في وشي ده، هو ده اللي هنعمله النهارده. رعب جدا جدا، واثق من نفسك انت. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. ان شاء الله ان شاء الله هيقومها مستكل، مش هتعرفوا تلموا جدتها ان شاء الله، عشان اهلاني بنت الصرمة وانا ما بحبش اتكلم. يا ربنا بخاطرها، يا ربنا يحرقها بجازي يا ربنا بخاطرها يا ستي، وكل واحدة واصلها، وهي اصلها وسخ من زمان وكلنا عارفين. بص مش قادر، حدد نفك، هتخنت نفك جوه. تعبان اول ما دخلنا قلت العمليات، اول حاجه بدأ البنك، جلبت البنك في الاول كده تحس في وجع بسيط، بدا قعد يخيط، قعد ساعتين مش عارف حوار، يعني قعد يفوت العمليات وبس كده. لا يخرب بيت التجميل على اللي عايز يجمل وشه. اللي انا قاعد فيها الله اقول لك، الحمام بتاعي حلو رد فعل اهلي بعد ما يشوفوا العمليه. يا لهوي، الواد عمل حادثه. كأني فقدت لي وجوده حياتي، كأني بموت من الوحيد.